بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة هيكون لقاء الأهلي والمصري. دايما لقاءات النادي الأهلي والمصري تتميز بالإثارة والندية في كل شيء. قبل ما أروح ماتش النهاردة عايز أقول لكم الأول التشكيل وبعدين نتكلم في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. تشكيل النادي الأهلي النهاردة هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام ناحية اليمين، وأحمد نبيل كوكان ناحية الشمال، اثنين اللي في القلب سعد سمير ورامي ربيعة، خط الوسط الدفاعي عمرو السولية أكرم توفيق، وثلاثة الوسط الهجومي هيبقى على الأطراف محمود كهربا وحسين الشحات، وفي القلب محمد مجدي قفشة، وقدام محمد شريف اللي ابتدى يثبت أقدامه في المركز دوت. نقولهم مرة تانية: محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أحمد رمضان بيكهام، ناحية الشمال أحمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب سعد سمير ورامي ربيعة، خط الوسط الدفاعي اثنين عمرو السولية أكرم توفيق، خط الوسط الأمامي هيبقى محمود كهربا وحسين الشحات، على الأطراف محمد مجدي قفشة في وسطهم، ومحمد شريف مهاجم وحيد. توفيق إن شاء الله للنادي الأهلي النهاردة بإذن الله، تقديم عرض كويس والفوز بمشيئة الله. ندخل بقى على الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، وبتكلم فيه بقى لي كذا مرة وهنتكلم فيه تاني، لأن اتحاد الكرة بيعند معانا. اتحاد الكرة طلع بيان امبارح قال مفيش أي مباراة هتتأجل. طب حضرتك مش هتأجل مباريات، طيب احنا بنطالب بحاجة واحدة بس: تطبيق العدالة في الدوري. حضرتك طالما مسؤول، لما تقعد على كرسي وتبقى مسؤول يبقى أهم حاجة، أول حاجة العدل، أول حاجة إنك تعدل. طالما أنت مسؤول، حضرتك مسؤول، يبقى لازم تعدل. ما بتعرفش تعدل يبقى الكرسي ده كبير عليك. بلاش يكون الموضوع ماشي بعند، بلاش يكون الموضوع ماشي لصالح فريق على حساب فريق تاني. يعني طبق لي العدل. طب أنا هقول لكم، هقول لحضراتكم حاجة. ماتش امبارح يعني النادي البنك الأهلي بيلاعب نادي الزمالك. عارفين حضراتكم نادي البنك الأهلي بقاله قد ايه ما لعبش ماتش؟ يعني هو الراجل كمان بيشتكي كابتن خالد جلال من كتر الراحة. الراجل بقاله 20 يوم ما لعبش مباراة رسمية. 20 يوم ما لعبش مباراة رسمية. هقول لحضراتكم حاجة تانية: نادي الإسماعيلي بين آخر ماتش والماتش اللي هيلعبه شهر و10 أيام. إيه ده؟ يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني لحضراتكم، مش بتكلم المهندس أحمد مجاهد، بتكلم المهندس أحمد مجاهد في موضوع العدل. والمهندس أحمد مجاهد أنا عارف إن هو لعب كورة، يعني لو أنا مثلا بكلم أو بخاطب واحد ما لعبش كورة هقول لا، يبقى ما يعرفش. إنما الكورة دلوقتي بقت علم مش عافية. مش كل يوم ألعب ماتش، مش كل يوم ألعب ماتش، مش كل ثلاث أيام ألعب ماتش. وفين دور الكابتن حسام البدري في الموضوع دوت؟ يا كابتن حسام، انت هيجي لك اللعيبه ونص نص لعيبه المنتخب بتاعتك من النادي الاهلي، هيجي لك اللعيبه واقعه. اللعيبه هتجي لك مش قادره، مش شايفه قدامها. ده انت كده بتدمر لي المنتخب كمان. انا طالب العدل. فرقه تلعب كل يومين ماتش، كل يومين، ده احنا سعادتك بنطلع من الاستاد الساعه 12 وشويه، يعني يكون دخلنا في اليوم اللي بعده. بنتدرب يوم، ده انا ما اقدرش اخد نفسي، مفيش تهيئة، مفيش حتى استشفاء. ده احنا اللي بنتفرج ما بناخدش نفسنا. وفي نفس الوقت المنافس بتاعك او الفرق اللي انت بتلعبها بتكون مريحه اسبوع. وممكن اكتر كمان. ويلعب قدامي بكل هدوء، ويلعب زي ما هو عاوز، وانت بيلعب كمان بجهد بدني ممتاز غير اللي انا فيه. انا بقول لحضرتك طبق العدل بس. مش عافية انك تقول لي لا مفيش تأجيل، لا مفيش تأجيل، هي مش عافية. احنا بنتكلم بالعقل، بالمنطق. ده مفيهوش منطق. ان كل يومين العب ماتش، ده مش منطق. قولوا لأي حد. يعني حتى وحضرتك بتحط المباريات بالشكل ده، انا مش عارف مين اللي حط المباريات بالشكل ده. ده جهبذ من الجهبذة. اكيد بتتشاور مع حد. مش ممكن يكون مثلا واحد ملوش في الكورة مثلا ليه في الحسابات يجي يحط جدول بتاع ماتشات النادي الاهلي المؤجله، يحطه بالاسلوب دوت. مش ممكن يكون حد بيفهم في الكوره، استحاله.
ولا مسؤول عن الاتحاد بالشكل ده؟ مش ممكن. احنا عمالين نقول للناس معلش راعوا شويه، راعوا اللعيبه يا جماعه، اللعيبه بتموت نفسها، وعندنا احنا في ثقه في اللعيبه بالرغم من اللي بيحصل ده، احنا عندنا ثقه في اللعيبه بتاعتنا، واحنا بنشوفهم يا عيني. ده احنا بنشوف في اخر الماتش، مش بقى من بدايه الشوط الثاني، في اخر الماتش، اخر ربع ساعه، اخر ثلث ساعه، اللعيبه مش قادره، اللعيبه بتجر رجليها في الملعب، وده وضع. ده مش تقصير منهم على فكره، انا عايز اقول للجمهور اللي بيقول لك احنا في الاخر بنتعب، نتعب ايه يا جماعه؟ ده احنا بنلعب كل ماتش، كل يومين ماتش. في حد في العالم بيلعب كل يومين ماتش؟ ده انت لو حضرتك شفت الشهر دوت احنا لاعبين فيه كام ماتش؟ فعلا كل يوم، كل 48 ساعه مباراه. لا، ويقول لك ايه ان دي ماتشات متاجله لكم انتوا. ايوه، انت كده بتدمرني، انت بتدمرني. العب ماتشين ولا ثلاثه في الاسبوع. وبعدين لما اجي يعني احنا طلبنا تاجيل بعض المباريات، او على الاقل اديني يوم راحه زياده. انا عندي يوم 10 ماتش مع نادي الزمالك اللي هو المنافس الثاني، المنافس الحقيقي ليا في الدوري. انا فرقه تلعب كل 5-6 ايام ماتش، وانا العب كل يومين ماتش، ونتقابل يوم 10 مايو. فين العدل ده؟ انا عبال ما اوصل ل 10 مايو اكون انا لعبت اكتر منه ثلاث ماتشات؟ انت عايز توصلني لماتش الزمالك وانا مش قادر؟ ايه ده؟ وده المنافس المباشر بتاعي. يعني ما انا مش عايز اقول ان ده فيه تعمد، لا، ممكن ما يكونش فيه تعمد، ولكن ما فيهوش عدل. يعني انا هلاعب نادي الزمالك يوم 10، بص بقى حضرتك اكون انا لعبت ايه قبلها؟ هقول لحضراتكم، هروح العب المحله في المحله، ماشي؟ هرجع لما وانا راجع هيكون اليوم التاني دخل عليا، هعمل ايه بقى؟ اليوم اللي بعده هروح اسافر اسكندريه عشان العب الاتحاد في اسكندريه، وبعدين اجي ارجع من اسكندريه على القاهره تاني يوم العب الزمالك اليوم اللي بعده. ايه ده؟ في الوقت اللي نادي الزمالك موجود في القاهره وبيلعب كل 5 ايام مباراه وحاطط رجل على رجلي ومستنيني. فين بقى ميزان العدل هنا؟ وبعدين حضرتك بتتمسك يعني باللفظ قوي بانك طبقت النظام. نظام ايه؟ ما هو النظام لازم يكون معاه عدل حضرتك. النظام لازم يكون معاه عدل. فين العدل؟ لما فرقه تلعب كل يومين ماتش، وفرقه تريح 20 يوم، وفرقه تريح 40 يوم، وفرقه تلعب كل 5-6 ايام بالهدوء. ايه ده؟ ده لمصلحه مين؟ يعني انا عايز اعرف ده لمصلحه مين؟ ده لحضرتك قلتها لك قبل كده، لما توصل لمعسكر المنتخب مش هتلاقي لعيبه. مش هتلاقي لعيبه سليمه. وبعدين كمان احنا كمان عندنا ايه؟ ده احنا عندنا معترك افريقي بعد كده، احنا خلي بالك احنا بنمثل مصر. احنا بنمثل مصر. داخلين على دور الثمانيه، وبعدين عندنا كمان يوم 28 مايو المفروض ده اللي اتحدد لحد دلوقتي. السوبر الافريقي. مع نهضة بركان المغربي. يعني احنا عايزين دور الجهاز الفني لمنتخب مصر، ازاي ما يكونش ليك دور في الموضوع دوت؟ لازم نحافظ على لعيبتنا. اللعيبه دي هم او جزء منهم بيمثلوا منتخب مصر. الهيكل الاساسي لمنتخب مصر. المفروض ان احنا طالبين بس العدل، مش عايزين حاجه تانيه غير كده. هنروح بقى لزميلنا محمد توفيق ونشوف عنده اخر الاجواء لماتش النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد ومباراه المصري والاهلي، المباراه المؤجله من الجوله 15 من الدوري العام. يعني النادي الاهلي بيدخل المباراه النهارده في المركز الثاني برصيد 33 نقطه من 14 مباراه. النادي الاهلي بيسعد لحظ 3 نقاط جديده لعودته لمكانه الطبيعي على قمه الدوري العام ومحافظته على لقبه السادس على التوالي وال43 في تاريخه. يعني خليني اكلمك في نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، يمكن اخر مران امبارح مستر موسيماني يعني اكتفى بس ببعض الجمل الفنيه، كانش فيه تقريبا تدريبات بدنيه غير قليله جدا طبعا نظرا للاجهاد. زي ما اتكلمنا ان الفريق بيلعب مباراه بيرجع يلعب يتمرن تمرينه واحده وتمرينه خفيفه وبعدين يلعب المباراه الثانيه، وطبعا ده بيتخلله سفر. فكان التدريب اهم حاجه كانت فيه، كان سابقته محاضره فنيه وبعد كده تمرين خفيف جدا. بعده الفريق سافر لاسكندريه للدخول
ليه في معسكر مغلق ليله المباراه. يمكن النهارده المعسكر كانت الاجواء هاديه جدا نظرا طبعا للاجواء الرمضانيه، اللاعبين بس كانوا بيتجمعوا في وقت صلوات الخمسه. غير كده الفريق يمكن المحاضره الفنيه مستر موسيماني عملها طبعا نظرا لبعد الفندق عن ملعب المباراه، عملها قبل الافطار في تمام السادسه، الافطار كان في السابعه الثلث. بعد كده الفريق اتحرك لملعب المباراه الساعه 7:15، يمكن وصلنا هنا ملعب الاسكندريه الساعه 8. الاجواء بشكل عام داخل الاستاد هنا اكثر من رائعه، ارضيه الملعب اكثر من ممتازه، يمكن الجو كمان ربيعي يعني جميل كطبيعه جو اسكندريه. ان شاء الله الاجواء كلها تبشر ان احنا نشوف مباراه كبيره، والتوفيق يكون حليف النادي الاهلي ويقدر يحصد 3 نقاط في اطار سعي لاستعاده لقبه المفضل. يمكن مستر موسيماني قبل ما اللاعبين ينزلوا لاداء الاحماء قبل المباراه كان حريص انه ينزل ويشوف ارضيه الملعب بنفسه ويتاكد من جودتها. يمكن الجهاز الفني بالكامل كان معاه في الجوله دي، لاعبين حالتهم اكثر من رائعه. يمكن الجهاز الفني زي ما اكيد التشكيل مع حضرتك فضل انه يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه الماضيه امام انبي، مفيش اي تغيرات. يمكن حتى اللاعبين اللي عادوا من الاصابه محمد هاني او ياسر ابراهيم يعني فضل انه يحتفظ بيهم على دكه البدلاء. ان شاء الله نشوف مباراه كبيره النهارده، وان شاء الله النادي الاهلي يحصل 3 نقاط تقربه خطوه من اللقب المفضل، اللقب الثالث على التوالي و43 في تاريخه. كلمه ليك كابتن ايمن. محمد عايزين نطمن على بعض اللاعبين اللي هم المصابين برضو، يعني عايزين نطمن على بدر بنون، علي معلول، طمنا ايمن اشرف، عايزين نطمن عليهم. يمكن بدر بنون زي ما بقول لحضرتك قبل كده يمكن ما فيش اصابه، لكن هو مستر موسيماني فضل اراحته لانه طبعا اجهاد مباريات كتير، يمكن فضل اراحته ما لعبش المباراه الماضيه امام انبي، ويفضل اراحته النهارده برضو امام المصري. لكن من بكره ان شاء الله في التدريبات الجماعيه بدر بنون هيكون موجود تمهيدا ان شاء الله لدخول المباراه بدءا من مباراه الجونه. علي معلول ان شاء الله يمكن بشكل كبير ماشي في برنامجه بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله يكون في التدريبات الاسبوع الاول او الثاني على اقصى تقدير من شهر مايو، يعني بنتكلم في اسبوعين ان شاء الله من دلوقتي، وعلي معلول يكون في التدريبات الجماعيه. ايمن اشرف يمكن تم حقنه لعلاج خشونه الركبه، وان شاء الله بنتكلم برده تقريبا في اسبوع ويكون موجود ان شاء الله. وكمان حمدي فتحي يمكن مركب جبيره طبيه زي ما بنقول عشان اصابته اللي كانت في الكوع والجراحه اللي اجراها، وان شاء الله اعتقد على نص خمسه الفريق ان شاء الله يكون عدله اكثر عدد من اللاعبين المصابين، وان شاء الله نخش مباراه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا باذن الله بقوام مكتمل باذن الله. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. نرجع بقى لماتشنا، ماتش النهارده زي ما قلت لحضراتكم ماتش صعب جدا، مش سهل. النادي الاهلي شفناه قدم اداء مميز المباراه اللي فاتت، ويمكن البدايه كانت هايله، والنادي الاهلي قدر يقتل الماتش في الشوط الاولاني، وقدر يترجم الفرص والسيطره اللي جات له ليه والاستحواذ لاهداف مبكره، وقدرنا نستريح الشوط الثاني. يعني احنا بننزل بكامل مجهودنا وطاقتنا اللي موجوده الشوط الاولاني، فالمطلوب ان احنا نخلص الماتش الشوط الاولاني ولا اللي حصل الماتش اللي فات، لان الشوط الثاني بيبان طبعا الجدوى والتعب على بعض اللاعبين، فبالتالي المجهود بيقل شويه، مجهودك خلال الشوط الثاني بيقل شويه، بتدي فرصه للسيطره والاستحواذ للفريق الثاني، وده عادي في الكوره نتيجه ضغط الماتشات لازم مجهودك هيقل الشوط الثاني. فان شاء الله باذن الله اللي اتعمل ماتش انبي نوصله النهارده، والفرقتين عندهم دوافع. يعني النادي الاهلي عايز يكسب ماتشاته المؤجله علشان يرجع يتربع مرة أخرى على قمة الدوري كما هي العادة، والنادي المصري عنده دافع أنه هو في المركز الرابع عايز يكسب النهاردة لا قدر الله ويخش للمركز الثالث. إن شاء الله الأهلي هو اللي هيكسب بإذن الله. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مرة تانية ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن أحمد بلال. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. كابتن ايمن اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك منورنا كابتن. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا كابتن منورنا. اهلا بيك ايمن. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا كابتن منورنا. خليك يا رب تسلم. الله يخليك. قبل ما نروح لكابتن شريف نقول بالمره تشكيل النادي المصري، هيبقى احمد دعدور لحراسه المرمى، ناحيه اليمين كريم العراقي، ناحيه الشمال احمد شديد قناوي، الاثنين اللي في القلب عمرو موسى واحمد شوشه،
بيلعب اثنين في الوسط الدفاعي فريد شوقي وسعيد سمبوري، ثلاثة اللي قدامهم وسط أمامي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد على الأطراف، في وسطهم حسن علي وقدام مهاجم وحيد أحمد جمعة. هنقوله مرة تانية، أحمد دعدور لحراسة المرمى، على الأجناب أو الظهراء الأجناب كريم العراقي وأحمد شديد إناوي، اثنين اللي في القلب عمرو موسى أحمد شوشة، خط الوسط الدفاعي سعيد سمبوري وفريد شوقي، ثلاثة اللي قدامهم وسط أمامي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد على الأطراف، حسن علي في القلب، أحمد جمعة مهاجم وحيد. كابتن شريف، النادي الأهلي يواصل التحدي، تحدي الغيابات، تحدي الإصابات، تحدي الضغوط المباريات اللي هي كل يومين، تحدي عناد اللجنة الثلاثية، تحدي التعادل، تحدي الهزيمة، تحدي كل حاجة. نفس المفهوم من المباراة السابقة، مطالب منه أنه مع فريق زي النادي المصري بيختلف أكيد عن فريق إنبي، بيملك من عناصر كتير أو سرعات، بيملك لياقه بدنيه. لو تشوف فريق مصر تلاقي اكتر اهدافه بتيجي في الشوط الثاني بعد دقيقه 60 كمان، يعني اذا دي فرقه واقفه على رجليها، عندها اطراف كويسه قوي، عندها عمق هجومي، عندهم تحركات، بيسمعوا كلام مدير فني وبينفذوا بالحرف، عندهم خط دفاع قوي جدا. كريم عراقي ده تاني اقوى خط دفاع بعد الاهلي. اقول لك على حاجه، كريم عراقي ده بيبقى بيلعب باك رايت ومكمل وينج رايت، وبيخش في نص الملعب، خدت بالك، وتلاقيه الناحيه الثانيه موجود، عنده من السرعات، هو مديله تحرر كبير قوي وحريه ان هو يعمل اي حاجه الناحيه اللي هو ناحيته. صحيح. عندنا احنا بقى بالنسبه للنادي الاهلي نفس التشكيل، نفس الظروف اللي احنا بنمر بيها، بنتمنى المفهوم اللي هم اشتغلوا بيه على الشوط الاولاني في مباراه انبي، والاحساس ان هم ما كانش مفروض يكون في هزيمه المباراه اللي قبلها، الاحساس ده احساس البطل، احساس الفوز، لازم يكون فيه يا كابتن ايمن، لازم يكون فيه تحركات للاعب اللي هو على الكوره زي ما حصل من اي حته في الملعب. ان شاء الله انا تحت نص الملعب بلعب الكوره الطويله، بشوف لاعب بيتحرك لي يقدر يروح على الجول، بيجيب جول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في اول شوط في مباراه انبي. تمريرات من ناحيه الاطراف، الناس بتعمل مجهود كتير قوي انها تساعد بعض، اذا لو ساعدت بعض وقدرنا ان احنا ندخل في المباراه بكل واحد بيطلع له 2 3 ناحيه اليمين 2 3 ناحيه الشمال، بنعوض اي شكل هجومي، ما يخليناش يجي لنا احنا حتى اللياقه البدنيه تقع، او احنا نحس ان احنا تعبانين، او نحس ان احنا تحس الفرقه دي فيها اجهاد. احنا مش عايزين كل الكلام ده الا بمساعده اللعيبه لبعضها، مساعده اللعيبه لبعضها. المره اللي فاتت اكتشفت انا ان هم عندهم تريكات، عندهم شكل زي الفاول اللي تلعب بالعرض وسوليه ينفذ، عندهم شكل فني، عندهم كل واحد عايز يعمل اي حاجه جديده. محمد شريف نفسه اشوفه بقى كره بتجيله، بيقدر يسدد، بيقدر ياخد جرأه، كل اللعيبه يكون عندها شكل الوجود في الملعب. ننسى خالص الماتش اللي فات، ننسى اللي قبله، ننسى كل حاجه. النهارده بنقابل فريق بيتحرك كويس قوي، احنا اكيد الجهاز الفني قرا الفريق ده كويس قوي وشاف الناس دي بتمشي ازاي، بتلعب ازاي، وحط نفس اللعيبه دي في الخطوط مع الدكه كويسه قوي اللي عندك، تقدر تعمل فيها تغييرات، تقدر تعمل اي حاجه. انما احنا دايما بنتفاعل مع فريق النادي الاهلي، وبنتمنى اول 20 دقيقه يكون لنا سبقه تهديف باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، تحدي جديد، والنادي الاهلي عايز يواصل العروض الطيبه بعد مباراه انبي، وطبعا عايز يكسب ماتشات المؤجله علشان يرجع لمكانه الطبيعي على قمه الجدول. بص يا ايمن، الفتره دي مش فتره عروض، صحيح، فتره نتائج. على فكره مش على النادي الاهلي بس، على كل الفرق بيلعبوا كل 3 4 ايام دي، مفيش غيرنا، مفيش غير لا، وفي يعني في يعني انت ونادي الزمالك وكده دايما انت الوقت ما بتدورش على اداء. انت بتدور، انت عايز تكسب، بس المهم باقل مجهود، ان انت مش عايز تكسب مجهود زياده. يعني المباراه السابقه اتسهلت قوي ليه؟ لان انت بدات هدف واثنين وثلاثه، فالامور حسبتها بدري، حسبت بدري جدا. في هدوء حصل الشوط الثاني، ماشي، مقبول، يعني هدوء مقبول. ان انت لازم غصب عنك انت بتهدى وبتريح شويه، انت مضغوط جدا بدنيا، تعبان جدا، نتيجه الثلاثه برده طمنتك شويه، فحصل الاداء بتاع الشوط الثاني. اللي انا بتمناه او اكيد مستر عثمان يتكلم فيه النهارده، هو عايز بدايه قويه جدا النهارده، بتلعب فريق فيه ميزه كويسه جدا، ومش ميزه الفريق هو دي دايما في علي ماهر. علي ماهر من نوعيه المدربين ايمن، بيحفظ كتير قوي، بيقعد في الملعب كتير قوي، فبيحفظ الفريق كويس قوي. في نوعيه مدربين كده، يعني هو واخد من كابتن حلمي طولان كتير قوي واشتغل معاه فتره كبيره، بيحفظ لعيبته كتير قوي، بيحفظ كل المراكز كويس قوي. لما بيلعب فريق زي النادي الاهلي بقيمه وحجم النادي الاهلي، هو عارف قيمه النادي الاهلي، عشان كده هتلاقي النهارده تركيز اعلى،
في كل حاجه، بيحفظ اللعيبه كويس قوي، مين بيتحرك مع مين وده بيتحرك ازاي، وهيحاول النهارده هتلاحظ ايه من بدايه المباراه بيحاول يقفل كل الحاجات الايجابيه اللي عند النادي الاهلي، الاطراف بتقفل ازاي، التقدم بتاع محمد مجد ازاي، هو بيلعب على على الفرقه الكبيره كويس. مع الاعتماد على زي ما كابتن شريف اتكلم ان هو عنده عناصر كويسه، يعني هو مش عالي، مش معاه فرقه اللي هي انا هدافع بس. أيوة. في فرقه كده لا، المصري عنده ميزه كويسه ان هو بيدافع وحافظ كويس قوي، لكن لما بيستلم الكره عنده العناصر اللي ممكن تعمل لك قلق لو سبت المساحات اللي دايما انا بحذر منها في بدايه المباراه. عندهم الخط الامامي سرعه وقوه ومهاره، عندهم لعيبه كويسه قوي، وخصوصا كمان الاطراف بتاعته كويسه جدا. مزبوط. كريم واحمد شديد من لعيبه الكره كويسين. صحيح. لو سبت مساحات للاثنين دول لا بقى هيعملوا عليك خطوره جامده النهارده. صحيح. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، الفتره دي فتره ضغط المباريات الجامده، انت ما بتبصش على الاداء قد ما بتبص على النتائج، قد ما بتبص على انك تطلع من الملعب، تطلع من الماتش بالثلاثه بونت ومش خسران حتى حد من اللعيبه بتاعتك، لان العمليه يعني مش مستحقه ومش مستاهله ومش قادرين نستحمل اكتر من كده. زي ما اتفقنا في الاستوديو اللي فات انك انت مفيش شك اي فرقه بتدور على لعب اداء جيد ونتيجه جيده، لكن في احيانا بتبص للنتائج بصرف النظر عن الاداء، ازاي تعرف يعني من اين يؤكل الكتف زي ما بيقولوا، ازاي تعرف تخلص المباريات. المباراه اللي فاتت الشوط الاولاني كان ممتاز اداء ونتيجه، يعني قدرنا نجيب جونين في اول دقيقتين، ودي حاجه يعني في الكره حتى في العالم كله صعبه انك انت في الدقيقه ما كملناش الدقيقه الاولى كان هدف، والدقيقه الثانيه كان الهدف الثاني، بس الاداء كان جيد. يمكن الشوط الثاني الاداء قل نسبيا للمحافظه على الفرق الهدفين، وبرده تغييرات كتيره حصلت يمكن شويه ما ادتش بانسجام مع الفرقه زي الناس اللي كانت بتلعب الشوط الاولاني، لكن الشوط الاولاني الماتش اللي فات كان اداء ونتيجه. النهارده الماتش المصري هيبقى فيه شبه من ماتش انبي، ولكن فرقه المصري عندها امكانيات في النواحي الهجوميه هايله بالذات في الاطراف. احمد شديد واحمد رفعت في الجبهه الشمال، كريم العراقي وعمر كمال في الناحيه اليمين. بيلعبوا في الاطراف كويس وعندهم سرعات ولعيبه كوره، يعني هم الاربعه بيعرفوا يلعبوا. وعمر بيكمل ويجيب جوال كمان، ده تاني هداف الدوري. جايب 8 اهداف، يعني عمر يمكن اعلى سنه جاب فيها اهداف، يمكن كان بيجيب اهداف اقل من كده السنوات اللي فاتت، لكن هو من اكتر الناس المهمه في فرقه النادي المصري. فاقصد ان الاجناب عندهم كويسه سواء الباكين او الاثنين الاجنحه. فزي ما اتكلمنا الماتش اللي فات انه على حسين الشحات ومحمود كهربا اللي هم الجناحين بتوعنا زي ما بيقوموا بالواجبات الهجوميه وليهم دور ومؤثر، وخاصه حسين الشحات بقى له ماتشين ماشي بشكل كويس وبيجيب اجوان، يعني حالته اتحسنت عن فترات قبل كده، لابد مسانده احمد نبيل كوكا ورمضان بكر. صح. لان الشوط الثاني في ماتش انبي اتسابوا ما بقوش متساندين كويس، واضطر مستر موسيماني يغير كهربا واحمد نبيل اتضغط عليه كتير. صحيح. لما نزل علي فوزي وكمان كريم فؤاد لعب ناحيته، فاتمنى ان شاء الله النهارده البدايه تبقى جيده زي مباراه انبي ان شاء الله. وفي نفس الوقت انت عايز تكسب، لكن مش معنى كده انك انت تبيع نفسك في منطقه وسط الملعب او في المنطقه الخلفيه. صحيح. فنتمنى ان يبقى يحصل التوازن ده ونقدر نكسب النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، الدوافع موجوده عند الفرقتين، عشان كده الماتش صعب. نادي الاهلي عايز يكسب ماتشاته المؤجله عشان يرجع لمكانه الطبيعي، نادي المصري في المركز الرابع عايز يكسب ماتش النهارده عشان يبقى في المركز الثالث ويتقدم على بيراميدز، يبقى بعد الزمالك والاهلي ويجي هو الثالث. طبعا يمكن انت كنت بتتكلم قبل الاستوديو بتقول للمكافآت، يعني رصد المكافآت للاعيبه المصري كبير جدا جدا، لكن المكافأة عند الاهلي اكبر بكتير. صح. المكافأة عند الاهلي بطوله دوري عام، تاريخ، مكانه في النادي الاهلي، مكانه اساسيه، مكانه في منتخب مصر، فدي دوافع اكبر بكتير جدا من القيم الماديه من وجهه نظري. يعني مباراه صعبه مش سهله، لكن لما نيجي نبص للفرقتين هتلاقي فرقه النادي الاهلي اقوى. يعني لما بص على السكواد بتاع النادي الاهلي وعلى السكواد بتاع فريق المصري النادي الاهلي افضل. ما يعوق النادي الاهلي حاجتين مهمين جدا بس، ممكن لا قدر الله لو حصلت اعاقه للنادي الاهلي او حصل اي شيء
مش لصالح النادي الاهلي هتبقى من حاجتين اتنين. رقم واحد اجهاد لعيبه النادي الاهلي على الفترات الطويله الكبيره دي، لان انت عندك لعيبه كتيره مصابه مش موجوده، السكواد بتاعك مش مكتمل، انت عندك يمكن القائمه ممكن فيها 30 لعيب او اكتر، يعني معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب معاك باستمرار في لعيبه كتير منهم عندهم اصابات، فدي بتعوق النادي الاهلي، ممكن تسبب اعاقه لفرقه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه هو التوفيق، انت بتلعب مباراه زي مباراه سموحه بتروح 9 فرص 8 فرص بتسجل هدف، سموحه بيروح فرصه او اتنين بيسجل هدفين وبيكسب الماتش. غير كده من وجهه نظري فنيا النادي الاهلي اقوى بكتير جدا. فرقه المصري عندها امكانيات وقدرات جيده، عندهم مدير فني جيد، عنده قدرات وعنده طموح، علي ماهر كويس زي ما قال الكابتن علي اتكلم عليه ان هو بيحافظ اللعيبه، واضح جدا من طريقه لعبه ان هو بيحافظ اللعيبه، واضح جدا من الاهداف اللي سجلها المصري ان في قدره بيعتمد على قدراته وامكانيات اللعيبه داخل الملعب. يعني النهارده لما تسجل 22 هدف فيهم 8 ركلات جزاء، ده معناه ان في لعيبه بتدخل 18 وبتحاول ان هي يعني تحصل على فرص، سواء اذا كان بالتسديد او الحصول على ركلات جزاء. يعني النهارده 8 اهداف من ركلات ترجيحيه او ضربات جزاء، ده معناه ان انت في عندك لعيبه عندها امكانيات ومهارات عاليه. احمد رفعت بيخش لعيب جريء، عمر عبد الواحد برده لعيب جريء وعنده امكانيات، وهو ثاني هداف دوري جاب 8 اهداف زي ما انت اتكلمت من شويه، لكن عندهم مشكله في الحته الدفاعيه. الكرات الطويله العكسيه اللي اشتغل عليها لعيبه النادي الاهلي في مباراه انبي هي نفس المشكله اللي موجوده عند لعيبه المصري، لان احمد شديد قناوي بتقدم كتير، نفس الناحيه الثانيه ناحيه اليمين كريم العراقي برده بتقدم كتير، فمطلوب منك ان انت النهارده تستغل الكرات العكسيه، سرعه التحول بتاعه لعيبه النادي الاهلي. لو استغليت الحته دي هتقدر انت تسجل اهداف، لو استغليت الحته دي تقدر انت تروح بشكل فيه خطوره على فرقه المصري، لكن هم فرقه جيده بيستحوذوا بشكل كويس، بيستغلوا كمان زي ما قالوا الكباتن الهجمات المرتده السريعه، لان على طول بيعلق الكوره لاحمد رفعت وبيعلق الكوره لعمر كمال عبد الواحد، فبيحاول يشتغل على الهجمات المرتده السريعه. مع الاهلي من وجهه نظري انه مش هيضغط من قدام، يعني انا بشوف في ماتشات كتيره بيضغط من قدام علي ماهر، لكن مع الاهلي اعتقد ان هو هيلعب زوم من نص الملعب ويشتغل على الهجمات المرتده. هنتكلم فيها لما نقول التشكيل وطريقه اللعب ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نستعرض مشوار الفرقتين في الدوري. يمكن النادي الاهلي لعب 14 مباراه، الترتيب الثاني ليه 33 نقطه، وكسب 10 ماتشات هزيمه مباراه واحده، والتعادل 3 مباريات ليه 29 نقطه وليه 29 هدف وعليه 9 اهداف، يعتبر اقوى خط دفاع. النادي المصري لعب 18 مباراه بالزياده، 4 مباريات عن النادي الاهلي، في المركز الرابع، ليه من نقاط 29 نقطة، كسب 7 مباريات، هزم 3 مباريات، تعادل 8 مباريات، ليه 22 عليه 13 هدف فقط، يعتبر ثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي والزمالك. مشوار نادي الأهلي زي ما حضرتك شرحت كده، احنا ما كناش متعودين حتى على الثلاث تعادلات دي أو هزيمة من المواسم السابقة، كنا على طول الحمد لله بنبقى متصدرين بدون أي تعادل أو أي هزيمة يعني. انما الظروف اللي هي بقى بتاعت الماتش، كل ماتش كل 48 ساعه ماتش، والظروف الاصابات اللي بتحصل دي بتعرض اي فرقه في العالم لهذه النتائج او هذا الوضع اللي هو بيبقى موجود في الجدول. وضع طبيعي جدا انك انت لو كسبت كل ماتشاتك اللي باقيه تبقى انت الاول، وده الشكل الطبيعي بالنسبه لك انت. مجهود كبير قوي الفريق المصري مع المدرب بتاعه ان هو بيسرسب نفسه كده، بيفضل يكسب ويتعادل ويكسب، هزيمه بتبقى قليله بالنسبه له. في الجدول شكله كويس جدا. من حق مشروع ان اي فرقه يكون لها طموح انها تبقى موجوده في الجدول او تبقى في المربع الذهبي بالنسبه للدوري العام. النادي الاهلي متعود على الحقيقه بقاله 3 سنين يعني على حكايه مستشفى الاهلي دي، يعني احنا مش كل يوم بنتكلم في الاصابات، وكل يوم بنتكلم في البدائل، وكل يوم بندور على شكل امثل او مستوى اول انك انت تقدر تلعب بيه في كل مباراه. ما زالت الدكه اللي بره هي حائط الصد الوحيد ليك في التغييرات، وان كان الكباتن قالوا ان الماتش اللي فات كان الشوط الاولاني شوط حقيقه كويس جدا في التعامل، في التحركات، في الجرأه، في شخصيه اللعيبه ازاي بتتعامل حتى في الانفرادات، وضيعك حتى 3-4 كور. انا مش مشكله انك انت تبقى كسبان 3 ويبقى عندك فكر وعندك وجود وعندك طموح حتى لنفسك اكتر من انك انت تبقى عايز تكسب بس بالنسبه لفريقك يعني. فده شكل طبيعي جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بعد ما يكسب باذن الله النهارده والماتشات الجايه يبقى متصدر، وشكل يشكر عليه النادي المصري باللعيبه بالجهاز الفني بتاعها
وده سؤالك وشرحك للموقف فريقين يعني. صحيح. كابتن علاء، بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي اعتقد هو ده التشكيل الامثل، وهو بيحاول يثبت بقدر الامكان. دي حقيقه، برغم ان يعني حضرتك عارف ان الراحات قليله جدا، يعني بيجبر بعد كده على التغيير لما بيكون في اصابات او في غيابات. هو مستر موسيماني فضل ان هو يبدا بنفس تشكيله مباراه امبي، وتقريبا نفس الاحتياطي مع اللي مش موجود بس بواليا، لكن نفس الشكل 4-2-3-1 بنفس الاثنين على الاطراف. موجود النهارده محمد هاني اضافه جديده طبعا، الحمد لله على السلامه. ياسر رجع برضو كله، يمكن محمد هاني وياسر يعني اضافه الحمد لله، اثنين جولك يعني بعد اصابات. لكن هو فضل يبدا بنفس البدايه بتاعت المباراه السابقه، واعتقد بدايه ممتازه. هيبدا ضاغط اكيد نفس الطريقه. بص ايمن، انا كنت قلت لك قبل كده هنا وبقولك تاني، مستر موسيماني او فريق نادي الاهلي او فرقه كبيره ما بتغيرش طريقتها على حد. انت تغير طريقتك زي ما انت عايز، انما انا طريقته واحده. أي. شكل اللعب واحد، اسلوب واحد، ببدا ضاغط عليك من قدام، عايز اخد المبادره زي ما حصل فريق امبي بالظبط. يمكن على الجانب الاخر مش هتلاقي ضغط عليك المصري، حتى لو ممكن ضغط عليك 10 دقايق ولا حاجه، لكن هيرجع تاني يقفل المساحات بتاعتك. لكن النهارده مستر موسيماني هيبقى ضاغط على فريق المصري، اكيد محترمها كويس جدا، هيقفل عناصر مهمه عنده، دايما الاطراف عنده بتعمل شغل كتير جدا، ممكن عالي من نوعيه المدربين بيحب يعتمد على الاطراف كويس قوي، عشان كده دايما كريم العراقي واحمد شديد اثنين مميزين قوي في الحته الهجوميه. هو مستر موسيماني النهارده يعني كل همه النهارده امتلاك وسط الملعب، لان وسط ملعب المصري مش سهل. صح. اثنين مدافعين كويسين جدا، فريد شاوي وسعيد سامبري، بيعرفوا يقفلوا كويس قوي، نص ملعب كويس قوي، لما بيستلموا الكره ايمن فيهم ميزه كويسه، بيعرف يطلع الكره صح من رجله، ودي مهمه جدا. مزبوط. انا ممكن ادافع كويس بس لما بستلم بحتاس، انما هم دول عندهم بيدافعوا كويس قوي وعندهم حته التسليم والتسلم عاليه جدا. عشان كده النهارده من وجهه نظري او كلام مستر موسيماني النهارده، ممنوع تخلي لعيبه المصري يستحوذوا على الكوره ويلاقوا بعضهم كتير، انك انت هو عايز يوصل دي، علي ماهر عايز يمتص حماس النادي الاهلي، عايز على قد ما يقدر دايما الكوره تبقى في رجله، مش عايز دايما النادي الاهلي هو اللي بقى ضاغط عليه. على الجانب الاخر هو كل مدرب حاسبها من وجهه نظره، مستر موسيماني عايز ضغط على طول، هو دايما معاه الكوره ولا عامل استحواذ. على الجانب الاخر علي مش عايز بدل الاستحواذ عند النادي الاهلي، واكيد علي هيبقى محذر قوي من اول 10 دقائق، ان هو مش عايز يحصل زي ما حصل في امبي في البدايه بتاعتها. صحيح. كابتن اسامه، سريعا رؤيتك الفنيه لبدايه الفريقين النهارده. اعتقد النادي الاهلي هيبدا بدايه ضغطه زي الماتش اللي فات، هو مستر موسيماني شاف نتيجتها، البدايه كانت جيده جدا، وطبعا التوفيق كمان كان معانا انه هدفين في اول دقيقتين. صحيح. علي ماهر اسلوبه متغير، يعني ما اقدرش، احيانا بيفاجئ بعض الفرق انه بينزل يضغط من قدام، واحيانا بيتراجع لتلتين الملعب او نص الملعب ويلعب على هجمه مرتده. مظبوط. فمش هقدر اخش جوه تفكيره تماما، ولكن الاحداث اللقاء هي اللي ممكن تبين لي. لكن اعتقد النادي الاهلي هيبدا بنفس البدايه اللي هي الضغطه من الضغط من الامام، من محمد شريف وقفشه وراك راس حربه تاني، يعني هو طبعا بيلعب من رقم 10 ولكن بيزق معاه قدام، وكهربا والشحات، على اساس ان ما يبتدوش يبتدوا الهجمات من تحت، يعتمدوا انه يعني يعتمد على الغلط بتاعهم، او يلعبوا كور طويله، يبقى تبقى الكور الثانيه بتاعت عمرو السوليه واكرم توفيق وسعد سمير ورامي ربيعه، ونبدا تاني من جديد. فده انا اتصور كده، لكن المشكله بس اللي انا اتكلمت عليها وبكرر تاني، ان ما يتسابش احمد رفعت واحد ضد واحد، او عمر كمال مع احمد نبيل كوكا واحمد رمضان، لازم عمرو السوليه واكرم توفيق وكهربا والشحات يكونوا واخدين بالهم من الموضوع ده. كابتن بلال، وانت كنت هداف، بنتكلم عن الهدافين النهارده، وشايفين شريف محمد شريف يمكن للمباراه الرابعه على التوالي بيلعب مهاجم وحيد او راس حربه اساسي، هل محمد شريف قدر يثبت نفسه في المكان ده؟ بكل تاكيد طبعا، يعني راجل بيسجل في كل مباراه تقريبا، يمكن هو الفتره اللي ما لعبش فيها هي دي الفتره كانت الصعبه بالنسبه له. اهو الهدافين، ارقام محمد شريف تقريبا عنده 7 اهداف، وعمر كمال 8، وعمر هدف، بس محمد شريف لعب مباراه اقل بكتير جدا. الاهلي عامه لعب مباراه اقل من المصري، الاهلي لعب 14 مباراه، المصري لعب 18 مباراه. صحيح. محمد شريف ال 14 ما اعتقدش ان هو لعب يمكن 8 او 9 مباريات يعني بشكل اساسي. صح. والباقي ممكن يكون نزل او ملعبش بسيط. صح. اعتقد من وجهه نظري فسبع اهداف سكور جيد جدا بالنسبه للعيب عنده امكانيات وعنده قدرات. النهارده مباراه ممكن يظهر فيها برده محمد شريف بشكل كويس، لان النهارده في مشاكل برده عند لعيبه المصري ما بين في العمق. ما بين الباكين وما بين الاثنين سنتر باكس. مزبوط. فممكن يشتغل بشكل كويس زي ما اتفقنا، قلنا
الثرو باسز اللي بتتعمل من نص ملعب سواء اذا كان من عمرو السوليه او من ممكن مجدي قفشه دي ممكن يستغلها بشكل جيد محمد شريف. عنده سرعات وعنده قوه لعيب عنده يعني من وجهه نظر الشخصيه ان عنده قرار ودي بتبقى مهمه جدا في راس الحرب ان يبقى عنده صحيح. قرار حتى لو القرار في بعض الاوقات خاطئ يعني ممكن تخطئ في بعض الاوقات لكن طالما عندك قرار وبتقدر توصل للجول وبتحدد قرارك وبتشتغل عليه اعتقد ده بيسهل له امور امر ان هو يسجل اهداف. صحيح. محمد لعيب كويس اتمنى له التوفيق ان شاء الله يعني اللعيب لما بيسجل اهداف بيبقى عنده ثقه في نفسه بشكل كبير ويبعد عن شر الاصابات ويبعد عن شر يبعد عن كل اللعيبه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن شريف سريعا هنشوف اهداف مبكره باذن الله هنشوف اهداف مبكره بنفس مفهوم المباراه اللي فاتت شخصيه اللعيبه تكون موجوده في الملعب ان شاء الله. كابتن علاء بتمنى ان شاء الله تبقى البدايه موفقه ان شاء الله. كابتن سام اتمنى بس اعتقد ان يبقى في حرص شويه من المصري فممكن الاهداف تتاخر شويه عن الماتش اللي فات. كابتن بلا اعتقد ممكن نشوف اهداف الشوط الاول باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز من الشوط الاول ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول ارجوكم انتظرونا.